يقول أنا في الشهر الثالث من زواجي كنت في رمضان عند صلاة الصبح بدأت أداعي بزوجتي حتى قامت نفسي، ما حكم صيام ذلك اليوم؟ هذا حرام، يعني تحريك الشهوة وانت صائم. في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فأنت ما تركت شهوتك، هذا يتنافى مع الصيام. إن كان خرج منك مني أنزلت بسبب ذلك بطل صيامك، الواجب عليك التوبة إلى الله قضى هذا اليوم. أما إن كان ما خرج منك شيء فأنت أخطأت، عليك الاستغفار ولا تعود لمثل هذا، صيامك صحيح إن شاء الله. نعم.